يقدم الموقع الإلكتروني لوزارة العدل www.moj.gov.om مجموعة من الخدمات المميزة للمتصفح. فمن خلال الضغط على دائرة الكاتب بالعدل يستطيع المتصفح الحصول على نبذة عامة عن مهام الكاتب بالعدل وكافة الإجراءات والرسوم المطلوبة لإنهاء مختلف المعاملات. وبالضغط على دائرة شؤون المحامين يمكن الحصول على مهام الدائرة ووظائفها الرئيسية، بالإضافة إلى التعرف على اختصاصات قسم قبول المحامين وقسم التراخيص والجزاءات. ويمكن كذلك الحصول على نبذة عن مهنة المحاماة وإجراءات طلب القيد في إحدى جداول المحاماة. ويمكن للمتصفح التعرف على لجان التوفيق والمصالحة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة والفئة المستهدفة ومراحل طلب الخدمة والإجراءات والوثائق والرسوم المطلوبة لاستكمال الطلب. وبواسطة صفحة شؤون الخبراء يمكن الحصول على وصف مختصر للدائرة من حيث الفئة المستهدفة ومواقع وأوقات العمل والخطوات والاستمارات والمرفقات والشروط والرسوم. ومن خلال الضغط على مكتب التصديقات بإمكان المتصفح الحصول على وصف مختصر لخدمات المكتب والفئة المستهدفة والإجراءات والرسوم والمدة اللازمة لإنهاء المعاملة الواحدة. ويمكن التعرف على نظام استثمار أموال الأيتام والقُصّر فيما يتعلق باختصاصات المديرية ولجنة الاستثمار وآلية النظام المحاسبي التجاري والنظام الآلي. الآن بإمكان المتصفح معرفة اختصاصات وزارة العدل المتعلقة بدوائر الكتاب بالعدل والمحامين والخبراء والتصديقات ولجان التوفيق والمصالحة واستثمار أموال الأيتام والقُصّر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة. للمزيد من المعلومات تابعونا على